السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إلى تأجيل نهائية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لموعد لاحق وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية في الساعات القليلة الماضية. وكان من المنتظر أن تقام نهائية النسخة 35 من مسابقة كأس أمم إفريقيا صيف عام 2025، لكن يبدو أن عدة عوامل دفعت الكاف إلى دراسة فكرة تأجيلها. وكشفت بين سبورت القطرية أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيعقد جلسة عمل خلال الساعات القادمة المقبلة من أجل تحديد الموعد النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، وبنسبة كبيرة سيكون يوم 21 ديسمبر 2025 إلى غاية 18 من جانفي 2026. هذا الموعد الجديد سيثير غضب الفرق الأوروبية التي تدفع منذ فترة طويلة باتجاه تنظيم البطولة في الصيف حتى لا تحرم من نجومها الأفارقة في فترة مهمة من الموسم الكروي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.